صحيح. بيض الله وجهك. وياك. عدل عطنا القصيدة مع القصة هذه. هذا محمد العوني. نعم. شاعر معروف، فواحد من الناس اللي أقل يعني حال وكذا، عزم الشيخ الشاعر محمد، قال تعشى معي. فوافق محمد مجاملة له يعني. محمد جالس الملوك وكذا، لكن وافق معه يعني. استحى يعني، قال الشاعر العوني قال حلو وجودك، ما انا بجايب معي ناس ضيوف ولا كذا على هالرجال، هو مجتهد يعني، خاف يتفشل الرجال. والرجال هذا قال هذا العوني ما ادري من يصلح له، اجيب من يجلس معه يعني وكذا. فجلسوا لحالهم، تعرف الليل ما كان فيه انوار ولا كان فيه، وجالسين لحالهم وتعشى. وقال هذا مو براعي قصيد المعزب، قال عطنا من اللي اعطاك الله يا محمد. قال والبن بصندوق الضماير مشاتين، عزي الحالي سيف الاحوال حله، وهموم وسجون وهجس وشواطين، ودمعي على خدي مضيري يهله مثل المطر، موق عيني صليبين جن حد جاء، واللاش همي بظله. يوم التفت الا خويه نايم، يعني مو بلم القصيد. قال يخط نايم خالي الهم والدين، افطنه قلبه رسوم انت دله، ما خاف من خمس الليالي بتثمين، من غارات الدنيا وكونه بمله، يحسب زهرها دائم الدوم له يحسب زهرها دائم الدوم له زين، ونعيمها ونعيمها دائم له. دنياك يا خايف تخيف المخيفين، اعرف ترى مركن عليها مزله، تزبي زمان لك وتزفي زمانين، والدار الاخر مقعدك مهما مله. حلفت مصخيله بسمعي ولا العين ولا تسمع به، وطاريه كلها اللي سعت بالبين بين المحبين، تجزلت بفراق خل وخله، خله تولي مع طريز المولين، هواك لا يامن هواها وخلى. عاد ما ادري شو يقول اخره، انا ما حفظته كله. يقول يا حمود جرحي، قام يسند على حمود، شاف هذا نايم. قال يا حمود جرحي بلحشه صار جرحين، وخاف خيط الروح منها يسله، شف الدوالي والسبب لا تخلين. فالشاهد على انه احيانا البضاعه تجلب على شخص غير راعي. يا سلام يا سلام، الله يرحمهم جميعا. يا اخي جميل لما تقول شعر قبلها قصه، ترى جميل. من حتى في فن اللقاء، انا اقدم دوراتي يا ابو ابراهيم في فن اللقاء.